سلمت سوريا اليوم 150 ألف جرعة لقاح مضادة لفيروس كورونا مقدمة من جمهورية الصين الشعبية. موجودين اليوم بمطار دمشق الدولي مع وزارة الصحة ومع زملائنا بوزارة الخارجية بالجمهورية العربية السورية لحضور مراسم تسلم 150 ألف جرعة من لقاح كوفيد-19 من جمهورية الصين الشعبية. نشكر حكومة الصين الشعبية والشعب في جمهورية الصين لما يقدموه من مساهمات هامة في ظل انتشار الوباء العالمي. طبعاً 150 ألف جرعة من هذا اللقاح يعطى كل شخص جرعتين بفاصل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وهذا اللقاح من اللقاحات المسجلة والمعترف بها في منظمة الصحة العالمية، وأثبت نجاحه في الصين وفي دول كثيرة متلقية لهذا اللقاح. تعتبر هذه الدفعة من اللقاح تجسيدا حيا لصداقة التقليدية والأخوية بين شعبين الصين وسوريا. وفي الوقت الحاضر ما زالت جائحة فيروس كورونا المستجد تتفشى في كل أنحاء العالم بتزامن مع حدوث كثير من السلالات المتحورة للفيروس. إن التقرير المشترك حول كشف مصدر الفيروس كورونا الذي أعدته الصين ومنظمة الصحة العالمية هو علم وموثوق، ومن اللازم احترامه والدفاع عنه واتخاذه كالأساس لمتابعة عمل كشف مصدر الفيروس في العالم. لذلك تدعو الصين كافة الأطراف التزام بالمبدأ العلمي خلال كشف مصدر الفيروس، ورفض تسييس هذا الموضوع بشكل مشترك.